بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، جل جلاله وعظمت آلاؤه وقدست أسماؤه وصفاته. وأصلي وأسلم على أشرف بريته وسيد رسله وخاتم أنبيائه وحبيبه من خلقه، الولي المطلق والشفيع المطلق، سيدي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه، فإن الدنيا خضرة نظرة لكن واقعها جيفة قذرة، فخففوا الطلب يرحمنا ويرحمكم الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ونحن نستقبل شهر رجب، شهر من أعظم الشهور عند الله، مع شهر شعبان وشهر رمضان، شهر من الشهور الحرم، له حرمته عند الله سبحانه وتعالى، حتى ورد أن فيه الصوم مستجاب ومقبول عند الحق سبحانه وتعالى، وله الأجر الكبير، ورد في الأثر على عظم الصوم في أيام رجب وشهر رجب. وتأكد أيضا في روايات صوم الأول منه، مستحب صوم أول يوم رجب وفيه الأجر العظيم. لذلك غدا إن شاء الله أول يوم رجب، لا ينبغي للإنسان أن يزهدن في هذا الأجر العظيم. وتتأكد الحاجة في هذه الأشهر، أشهر عظيمة تسبق شهر الله الأعظم شهر رمضان، كما ورد من أهل الذوق على أن شهر رجب وشهر شعبان يسميان بشهر التخلية، شهري التخلية، يعني الإنسان فيهما يخلي نفسه من الأدران ليستقبل شهر الله، شهر التحلية، شهر الفيوضات، وهو شهر رمضان. كأن الله في ملكوته جعل هذين الشهرين لأن الإنسان يتهيأ فيهما إلى شهر التحلية، وهو شهر الله، شهر رمضان، الذي يفيض الله سبحانه وتعالى فيه من شآبيب رحمته على عباده، وخصوصا في ليالي القدر التي تعادل عند الله أو هي خير من ألف شهر. لذلك لا ينبغي للمؤمن بحال أن يزهد في عطاء الله سبحانه في هذه الأشهر الكريمة المباركة، يستقبل أمره بالدعاء واللجوء إليه والتضرع إليه جل جلاله وعظمة آلاؤه. ومنها ما أفاضه الله على عباده وهو الدعاء، فقال جل جلاله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لاحظ وعد الله لنا بالإجابة، فقال ادعوني عليكم السلام. هنا في هذه الآية المباركة قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال أجبكم، أضاف السين. شوفوا هذا القرآن كلام الله، كل حرف جاء إلى قصد مقصود، لأن المتكلم الله تبارك وتعالى. قال أستجب لكم، ما قال أجبكم، كأن السين هنا للتسويف في بعض الأحيان. هذا السين هنا تجيب على هذا السؤال اللي يرد في الأذهان كثير من بعض الأخوة، يقولون لماذا ندعو فلا يجاب لنا؟ الجواب في هاي حرف السين،
أستجب، ما قال أجبكم، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل أجبكم. الجواب في هذه السين، هذه جواب على اللي يتساءل لماذا لا، لماذا ندعو فلا يستجاب لنا. صحيح بعض الأحيان تدعو تجد الإجابة فورية، لكن بعض الأحيان تجد لا تجد إجابة، لا يستجاب لنا أو يستجاب بعد حين. هذا جوابها في هاي كلمة السين أستجيب. لماذا؟ لأنه إشارة إلى أنه مو بالضرورة تجاب الآن أو لا يجاب لك. طيب لماذا؟ وقد وعد الله بالإجابة، وعد الله بالاستجابة وليس الإجابة. لماذا؟ لأن هناك مصدات لإجابة الدعاء أيها الإخوة، مصدات، هناك مصدات بفعل الإنسان يصنعها ويجعلها تمنع إجابة الدعاء. وبالإنسان إذا ما عنده مصدات، موانع لإجابة الدعاء، الله يستجيب له. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، بدعاءكم وين؟ واغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، يعني هي ذنوبك تحبس دعاءك، يعني أنت حجبت دعاءك، أنت سبب في عدم استجابة دعاءك من قبل الله سبحانه وتعالى. هل لي أجاب بالسين يعني أستجب لكم؟ لأن هناك موانع من نفس الإنسان، وكم من ذنوب تمنع إجابة الدعاء. ورد في الأثر إن العبد، عليكم السلام، إن العبد يكذب الكذبة فيحرم منها إجابة الدعاء 40 صباحا، 40 يوما، وبكذبة واحدة تمنع إجابة الدعاء 40 يوما. تخيل حضرتك واحد من الصبح لليل يعمل لك كوكتيل ذنوب، أمتى يستجاب له الدعاء؟ يعني نفسك يا أيها الإنسان تحجب دعاءك، وإلا الفيض موجود، أنت أغلقت باب الاستجابة. هل لي الحق تبارك تعالى قال أستجب لكم، يعني ما قال أجبكم على الفور، لا، لأن هناك موانع، لأن هناك مصدات تصنعها بيديك، فتحرم الفيض الإلهي في هذه الأشهر المباركة الكريمة. إذن الذنوب هي التي يمكن أن تكون المانع من إجابة الدعاء. يذكر الشيخ رحمه الله في حالات الشيخ عباس القمي صاحب المفاتيح قدس الله روحه، ابنه يقول دخلت عليه صبيحة يوم، وصاحب المفاتيح مفاتيح الجنان، هذا الأثر الخالد الذي يشهد على إخلاص صاحبه، انتشار كتابه دليل على أو شاهد على إخلاص صاحبه رضوان الله عليه. هذا مفاتيح الجنان كتبه لنفسه، كتب بالفارسي كتيب صغير لنفسه يتعبد به، اطلع عليه أحد أصحاب الكتب، بياع الكتب، اطلع على هذا الكتيب فأخذه وطبعه وانتشر كالنار في الهشيم. لا، لا تجد بيت من المؤمنين إلا وفيه هذا الكتاب المبارك، مع وجود كتب أدعية كثيرة قبل وبعد خرجت، لكن لم تحصل على هذا الإصرار من المؤمنين بالاحتفاظ بدعاء بمفاتيح الجنان. إخلاص الرجل، الرجل كان مخلص لله، كل كلمة كان كل دعاء كان يكتبه كان يطبقه في أعمال السنة كاملة، هو كان يطبق مفاتيح الجنان على نفسه، ولذلك أثر أثره قدس الله روحه. يقول ولده دخلت عليه صبيحة يوم وجدت يبكي. شيخ عباس قمي تخير يا أبا لما البكاء؟ قال أنا البارحة فاتتني صلاة الليل، البارحة غلبني النوم ولم أصلي صلاة الليل. قلت له صلاة الليل مستحبة، وورد في الاستحباب أنه يستحب قضاءها، تقضيها وهي مستحبة ويستحب قضاءها. قال أنا مو بكائي على هذا، أقضيها، بكائي على أني شنو عملت من ذنب الذي حرمت بسببه قيام الليل، أنا ش عندي من ذنب، شو مسوي وما أشوف نفسي عامل شيء، فأبكي على أني أنا عامل ذنب وغافل عنه، بس غافل ما يدري شنو. يقول ما الذي جنيته حتى منحرمت بسبب قيام الليل؟ أبكي على هذا، أنا شمسه من ذنيب اللي منعت بسببه قيام الليل. لاحظوا حضراتكم، وهذول الصالحين هذه قضيتهم، هذه لوعتهم، يعيش اللوعة، كيف يخسر علاقته مع الله؟ شايف؟ شايفين بعض الناس
يتعامل مع الآخرين كأن الله ليس في حسابه. شايفين بعض الناس نستجيره بالله يبطش يسرق يهتك يكذب يفتري، ها يهتك الناس وكأن الله ليس في حسابه، يجي آخر الليل ينام براحة بال بل فرحان مطمئن يفتخر بما فعل وعمل وكأن الله مو بحساباته، كأنه ماكو يوم معاد ومساءلة وتلتقي عند الصراط، هيك يعمل وكأن الرجال خالد في الدنيا آخر همه هو إذا تقول له أسلمك بيد الله يفرح يكيف يعني. لاحظ هذا بعضهم يصلي وتلقاه أنهم يدعي التدين والإيمان بس ما يتورع أنه يخوض في المحرمات يهتك نستجر بالله يكذب يفتر يسرق كل شيء يسوي وكأن الله مو في معادلاته أصلا ما مخلي الله بباله حساب. لكن هذا العبد الصالح يقول أنا شو مسوي الذي حرمته بسبب قيام الليل، هذه فد مسألة عجيبة. هذه تشهد على أنك أنت تظهر عبوديتك لله، هاي عزيز على الله أن يرد عبدا يظهر عبوديته له، بيظهر عبوديته بهاي الطريقة بالندى بالتوكل عليه، ها وإلا الله سبحانه وتعالى حاشاه أن يدعو عبده فلا يستجيب له. الآن أنت تطلب من والدك شيء عزيز على والدك أن يردك، وأنت ابن عزيزة رباك بيده، ها تطلب من والدك شيء والدك يحن عليك ويعطيك إياه، والدتك تطلب منها شيء لا تردك. تلاحظ حضرتك الله قال وقال ربكم، الرب الذي رباكم خلقكم هذا عطاء الربوبية، ادعوني أستجب لكم، والله أحن من الوالد والوالدة على عبيده، ها فلماذا لا يستجيب؟ قال لك أنت بسببك عملت الموانع وإلا الله سبحانه وتعالى يستجيب. كان بعض الصالحين مو فقط إجابة الدعاء بيده حتى رد الدعاء بيده، يدعو لك ويشترط عليك افعل كذا وكذا تقول نعم، فإذا لم تفعل يسحب منك الدعاء اللي أعطاك إياه، الدعاء اللي أخذت أثرا. حدثني أحد أولاد سماحة آية الله العظمى المرجع الكبير رحمه الله السيد عبد الأعلى السبزواري، أحد ولديه أما سيد محمد رحمه الله أو سيد علي حفظه الله، وكلاهما ثقتان مأمونان، أحدهما ما بالي منه قال ينقلان عن والدهما السيد المرجع السيد عبد الأعلى السبزواري يقول كنت في مشهد أدرس وكان هناك شيخ لنا بيده رد الدعاء، يعني فضلا عن الإجابة يقول كان بيده إجابة الدعاء ورد الدعاء، يدعو لك أن الله يفيض عليك رزقه فيرزقك، إذا لم تلتزم ما اشترطه عليك يسحبه منك ترجع فيه، يدعو لك بالصحة وأنت مريض فتشفى، فإذا لم تلتزم يسحب الدعاء من عندك. يقول أدركنا رجلا في مشهد من المشايخ كان بيده رد إجابة الدعاء ورد الدعاء، واحد من عندنا الآن جد يفرح إذا أجيبت له دعوة ولو بعد حين استجاب الله له، مو شوفوا بعض الصالحين هكذا مع الله علاقته، يعني كأن الملكوت بيده مفهوم يدعو لك ويقدر يستجيب يسحب الدعاء منك وفيه يده وبيده رد الدعاء. إذن مع هذا العطاء مع هذا الفيض نحن قصرنا يدينا عن هذا الفيض العظيم، وإلا الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح للسائلين ووعده موجود. نعم أجاب بالسين أستجب لكم اللي فيها معنى التسويف، سبب التسويف من وين؟ من موانعنا، إحنا عملنا المصدات إحنا عملنا الموانع فنحرم بسببها إجابة، وإلا الفيض موجود. من هنا هذا الشهر الكريم شهر التخلية على المؤمن أن لا يزهدن في الدعاء وفي العبادة وفي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في الصوم، ها فإنه باب لأن تستقبل الفيض الأكبر في شهر رمضان. في هذا الشهر المبارك وردت فيه مناسبات كثيرة من ولادات أئمتنا سلام الله عليهم وأيضا
البعثة الشريفة في آخر الشهر، مليء بالأحداث المباركة الخطيرة العظيمة، وفيها أيضا مآسي لآل محمد الذين هم أدلاء على الله وبراهين له ونجوم تدل عليه، كما في شهادة مولانا موسى بن جعفر سلام الله عليه في 25 من شهر رجب، وشهادة إمامنا الهادي سلام الله عليه في 3 من شهر رجب. في أول رجب ولادة الباقر صلوات الله عليه، وفي 2 من رجب ولادة الهادي عليه السلام، وفي 3 منه شهادة الهادي أيضا، يعني ولد في 2 رجب واستشهد بعد 41 سنة أيضا في 3 من شهر رجب. لذلك أذكر شيئا من حالات هذا العظيم، شهادة سيدنا وإمامنا الإمام العاشر من أئمة أهل البيت، ولا أطيل على حضراتكم. هذا الإمام الهمام استشهد أبوه الجواد وهو في سن 9 من عمره، وكان في المدينة المنورة عليكم السلام. كان ذات يوم عند عمته، دخل على عمته مضطربا، وكان أبوه الجواد في بغداد، فدخل على عمته يوما وهو عمره 9 سنين، في الروايات تقول جاءها مضطربا وقال يا عمه قتل أبي اليوم الساعة، لقد استشهد والدي الساعة، والآن هو في المدينة وأبوه سلام الله عليه في الجواد في بغداد. دخل فقال استشهد أبي الساعة، فقالت له عمته وكيف ذاك، كيف عرفت بني، والآن لا تليفونات لا اتصالات، كيف عرفت الساعة يا ولي الساعة؟ قال لقد دخلني من إجلال الله أمر عظيم ما كنت أعرفه قبلا، فعلمت أنها الإمامة انتقلت لي، يعني انكشف له الملكوت بدرجة سبب له حالة من الخشوع ما كان يعرفها قبلا. يقول هذه الإمامة وصلت لي وهذا لا يكون، وسيدي حي، يعني وأبوي حي على قيد الحياة، إذن والدي استشهد هكذا. إذن الإمامة كشف وخشوع مطلق ومعرفة مطلقة تأتي، وفيض إلهي يصبه على خاصة عباده وأوليائه ممن اختارهم، ممن توجد قابلية لأن يأخذوا هذه المناصب وهذا الفيض الإلهي. هذا كذا حصلت الإمامة لإمامنا الهادي، ولذلك لا يوجد، وعاش 20 سنة في المدينة المنورة يرعى شؤون المسلمين والمؤمنين وشيعة أهل البيت، وقد خضع له الشيعة كلهم بحيث لا يوجد عندنا أي أحد يشكك بإمامته، مع أنه استلم الإمامة وهو عمره 9 سنين، وبقي 20 سنة حتى انتشر صيته بين الناس، مما جعل الملعون العفريت المتوكل العباسي في سامراء أن يأمر بجلبه من المدينة إلى سامراء، وسامراء مدينة شكلت بقرار من المعتصم للجيش للعسكر، لأن أهل بغداد ضجوا بعسكر المعتصم وكانوا أكثرهم من الأتراك والديلم وغيرهم، فأهل بغداد ضجوا من كثرة عساكره، فخرج إلى سامراء وأسس مدينة خاصة سميت بالعسكر، اللي الإمام أخذ لقب العسكري منها أو العسكريين، وأخذ لقب لأنه سكن العسكر، يعني المدينة التي بنيت للجند والعسكر، يعني جايب الإمام في إقامة جبرية وسط عساكره ليأمن جانبه كما يعتقد هذا المتوكل العباسي اللئيم الذي كان يملك حقدا وغلا على أهل البيت سلام الله عليهم، وخصوصا مولانا أمير المؤمنين والزهراء، كان يحقد حقد عجيب. طبعا هذا الملعون إلى صورة تاريخيا ثابتة، صورة إلى على دينار عباسي موجودة مؤرخة، بإمكانك تشوفها على جوجل، صورته موجودة هذا المتوكل، صورة يعني لا أدعوك أن تراها، واحد يعني مبين من وحشيته، من صورته مبين الوحشية والخوث واللؤم فيه.
دعا إمامنا وأسكنه مع عياله في خان الصعاليك، في خان الذي ليس لهم أسرة وليس لهم عائلة وليس لهم مال. أما خان يسمى خان الصعاليك، المطرودين الذين ليس لهم شيء، أسكنه هناك مع عياله اللي هو الآن داره سلام الله عليه. يعني هذه داره سكنها كمسكن إله، اللي بعدين صارت مقبرة إله ولعياله وأولاده. وبقي هناك يعاني اللوعات من هذا الطاغية الدكتاتور الذي طالما يبعث عليه في نصف الليل ويزعجه ويسمعه ما يكره، حتى ذات يوم أمر بإحضاره ليلا، فدخل العسكر متسورين الحائط على بيت الإمام الهادي. هم دخلوا وجدوه قد افترش التراب وهو يعبد الله، وليس في داره إلا مصحف أو مصاحف، يعني مجموعة قرائين، وسيف قديم، يعني سيف قديم. وجد عنده هكذا، فحمل عليه السلام إلى المتوكل العباسي. واحد قاعد يصلي صلاة الليل بهاي العبادة وهذا الورع، يحمل إلى مجلس المجون والطغيان، وهذه من هوان الدنيا على الله أن تجد هكذا الصالحين دائما في لوعة ومخمصة وابتلاء، والفسقة الفجرة في عيشة هانية راضية. ولو كانت في الرواية ورد لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. سيد الشهداء مات صلى الله عليه وقد يبست شفاه من وذبلت من العطش، وفي نفس اللحظة يزيد بن معاوية كان في رخاء ونعمة، ويبقى جسد سيد الشهداء 3 أيام على رمضاء كربلاء، ويزيد منعم في قصوره. وهي شي يسمونه؟ يسمونه من حقارة الدنيا على الله أن ترى أولياءه وعباده بهذا. أنبياء الصالحين، الأنبياء 124,000 نبي، لا يوجد فيهم نبي مرتاح، كلهم لوعوا وتمرمروا وكذا. وأنت إذا أصيبك مخمصة في هذه الدنيا وليست من سوء تقديرك، يعني فتأسى برجال الله، وبرجال الله كلهم تلوع، ما عندنا نبي عاش مرتاح بالدنيا، ما عندنا إمام ما تلوع، وهذا ديدن الصالحين. ولك بالصالحين أسوة. الآن يأتيك ابتلاء من سلطان جائر، من جار جائر لا يخاف الله، من صديق سو، من زوجة بائسة تعيش لا تعرف حقوقك زعجك، من ولد عاق، اللهم هكذا هي الدنيا. فلك أسوة بالصالحين. ومجيء بالإمام إلى مجلس هذا الطاغية المتفرع، وهو في مجلس غناء وشرب، يعني خليفة ويدعي، وكثير من المسلمين يسموه محيي السنة ومميت البدعة، وأي بدعة ماتها حرب للشيعة. هذا محيي السنة، أي سنة هذه؟ هو لأنه حارب المعرفة والوعي وأهل البيت ودين أهل البيت. لقد ورد في الأثر أنه هدم قبر الحسين سلام الله عليه أكثر من مرة، حتى في المرة الأخيرة أهال أو فتح ماء الفرات عليه، معروف. وكان يقتل على زيارة الحسين، فتغل ونصب عجيب غريب. ومع الأسف بعض المسلمين يفتخرون به ويسموه محيي السنة. أي سنة هاي أحياها؟ لاحظوا، يقال أنه قضية خلق القرآن، هو كذب، هذا واحد حاقد على أهل البيت. وجمع بقرار من عنده جمع المسلمون على تقليد 4 مذاهب. هاي المذاهب الأربعة هي قرار من المتوكل، حصر المذاهب في 4، وإلا كان سفيان الثوري إلى مذهب مدرسة، وطاووس إلى مدرسة، وعلماء كبار لاحظ لم يعترف بهم لأن كان عندهم مشكلة مع الدولة العباسية. ما من كان في خط الدولة قبل كعمل مذهب وفلان، وأبطل غيره. هذا كله قرار من هذا المجرم، يعني إلى أثر في تفرقة المسلمين. تلاحظ حضرتك، جاء بإمامنا إلى هذا الملعون
فقال له بكل وقاحة وصفاقة: اشرب خمرا معي، شاركني في شرابي. ست المفروض أمير المؤمنين تدعي نفسه لا يتورع يشرب الخمر، اشرب خمرا معي. قال: والله ما خالط بدني ولحمي، أنا مو يم هذا الشيء. قال: فغني لي، يعني غني لي. شايف العهر، شايف الوقاحة، هذول هيك يتهتكون بكل شيء إلى قيمة سماوية يهتكون. هذول الطغاة الفراعنة يتفرعن على كل قانون وناموس الله، يعني مو بس ما يحترم الأعراف والأخلاقيات، لا، حتى أحكام الله يطغى عليها. ليش؟ لأن هاي طبيعته الإجرامية الطغيان فيطغى. شايفين هذا فيديو لابن الطاغية المقبور صدام ابنه يصيد خنازير وياكل. طيب ملعون الوالدين، ماكو بقر، ماكو غنم، ماكو غزلان وصيدهين، ليش صيد خنزير؟ قحط ماكو لحم؟ أو حب في وعناد مع الله، وعناد مع الله. وهذا وزير خارجية القذافي شلغم عبد الرحمن شلغم، ما أدري شو اسمه، سمعت له مقابلة مع قناة تلفزيونية، الصحفي سأله كيف كان القذافي، جاوب جواب عجيب، قال: كان يحب الغمز واللمز بالدين، يحب الغمز واللمز بالدين، إذا تضرب الدين كذا يفرح. وهذا من خواصه، مع أنه يظهر أنه تدينان في بعض الأحيان، يصلي جماعة شيء. هذا وزير خارجيته يقول: كان يحب الغمز واللمز بالدين. ليش؟ لأن ذول في عمقه هو يكره الامتثال لله ويعرف نفسه مجرم، هذا ما يريد يطيع، هو عاصي، أكبر مجرم عاصي، ما يريد يطيع قانون وشرع الله، يطربون لمعصية الله. قال: يحب الغمز واللمز في الدين. شايف؟ أحد المغنين يدخل على هارون فيقرأ له فد لحن غناء، قال له: هذا لحن جديد. هارون خليفة يدعي المسلمين، وبعض الآن كثير منهم يفتخر به، يقول: يغزو عاما ويحج عاما، شو مؤمن هذا؟ تلاحظ؟ يقول أحد في كتاب الأغاني بفرج الأسبان، ينقل أحدهم دخل عليه وإبراهيم، لعله إبراهيم الموصلي أو غيره، فغنى له لحن خاص طرب له، قال: من أين لك هذا؟ قال: البارحة إبليس زارني وعلمني هذا اللحن، زارني إبليس وعلمني هذا، زار بالمنام باليقظة. فش يقول لهارون؟ ليته يزورنا كما زارك، يا ريت يجي زيارتنا. هذا منو؟ إبليس، خليفة المسلمين يتمنى زيارة الشيطان إليه. لاحظ، هذول هيك شياطين، هيك ممسوخين، لا يضرك مظهرهم، يطلع مثلا يصلي يمسح على رؤوس الأطفال، ذول وحوش. كل دكتاتور هو مجرم، لا يمكن للدكتاتور أن يطيع الله ويحب الله والقيم والزائج، هكذا هي الأمور. فيدعو الإمام يقول له: اشرب معي خمرا. يقول الإمام يقول له: أنا ما خالط لحمي ودمي. قال: فغني لي. تعال غني لي، كيف أنت ولي المسلمين وأمير المؤمنين؟ قال: لست بغانئ. قال: فقل لي شعرا، القصة المعروفة. قال له: أنا مو شاعر. قال: لا، لابد أحدهم، يا أما تشرب خمر أو تغني أو تقول لي شعرا. فقال له هذه الأبيات التي يعني صحت من سكره: باعتوا على قلل الأجبال، تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل. لاحظ، يقول هذول اللي باتوا على قلل الأجبال، تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا من بعد عز عن معاقلهم، وأودعوا حفرا، يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما رحلوا، أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ وين راحت الوجوه الناعمة؟ وين راحت القصور؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا. ترى هاي صايرة معركة على وجوههم، الدود قاعد يتقاتل عليهم، ينثر لحمهم. يقولون هذا الملعون لما سمع هيجي أظهر بكاء وجزعا واعتذر للإمام وبعث، ولكن بقي على طغيانه حتى جاءت ليلة
وكان عنده شاعر معروف بالنصب علي بن الجهم اللي يقول له أشكو، هذا شاعر ناصبي كان شديد البغض لعلي والعلي، هذا علي بن الجهم شاعر متوكل، يقول له في يوم علي بن الجهم يدخل مثلا يقول له يا أمير المؤمنين أشكو إليك والدي، جاي أشكولك من أمي وأبوي فقد عقاني. شلون هاي بالعكس؟ قال له أنا أشكولك أمي وأبوي عقاني، ذولي عقوني. شلون عقوك؟ قال قد أسمياني عليا، كذولي أجرموا في حقي يسموني هذا الاسم. شايف؟ شايف النصب والبغض يتقرب به إلى المتوكل. فطرب لها المتوكل وأكرمه وأفاض عليه، يا عقوك صحيح. وكان هذا اللعين متوكل بدغ من نصبه أنه إذا ختن أطفاله، كان أطفاله يختنونهم، طيب قبل ماكو بنج ومخدر وهاي يختنوه، فشي يقول للطفل؟ يقول له هذا علي أوجعك. فيقوم الطفل يشتم أمير المؤمنين، يقول ليش يأذيني علي؟ يربي أطفاله على بغض أمير المؤمنين، إنه علي فعل بك ذلك. أو الطفل يقول أنا شو مسوي له؟ ليش يأذيني؟ ويختنوه بدون بنج إلى هالدرجة. شايف شلون؟ حتى في ليلة علي بن الجهم صنع نفسه مهرج ويتراقص في مجلسه، ويقولون عنه هذا الأنزع البطين هذا ابن عم أمير المؤمنين، يقول له هذا علي ويترقص في مجلسه وهو يضحك متوكل. فقال ولده المنتصر، ابنه واقف على رأسه وهو ولي عهده، وكان شيعي الهوى لأستاذه ابن السكيت، ابن السكيت كان شيعي رباه على زرع في قلبه حب التشيع، وبعدين قتل. ابن السكيت له موقف أيضا مع المتوكل، عندما سأله المتوكل أتحب ولدي هذان؟ قال نعم. قال أتحبهما أكثر من الحسن والحسين؟ شايف سجملعون جابها؟ قال والله لن علي قنبر أحب لي منك ومن أولديك، تجابك على الحسن والحسين. فأخرج لسانه من قفاه وقتله، يعني شوف شلون إجرام. وبهذا الولد شاف أستاذه عمل به بهذا الإجرام حبا من العلي، بقى مزروع في قلبه حب علي بن أبي طالب. فلما شاف هذا يستهزئ بأمير المؤمنين بهذه الطريقة، قال لأبيه إنه ابن عمك ولحمه لحمك، لماذا تجعل هؤلاء يفرمون ويأكلون لحم ابن عمك؟ وهذا بالتالي ابن عمك هاشم، لا أقل، خل تأخذك الغيرة على ابن عشيرتك ابن عمك. فقال اللعين غار الفتى على ابن عمه كذا في كذا أمه، إلى هالدرجة من الفحش والفسق، فنوى على قتله. لذلك في الروايات جاء لإمامنا الهادي المنتصر وقال إني أريد أن أقتل هذا، تقتل أبوك؟ قال فلا صبر لي عليه، وهذا واحد ناصبي إلى هالدرجة مجرم. فقال الهادي له، في رواياتنا هذه موجودة، إنه مهدور الدم، واحد لا يتورع عن أي فسق، مهدور الدم، ولكن الولد الذي يقتل أبي أباه يقسم الله عمره. أكو ترى أثر وضعي، الابن الذي يقتل أباه الله ما يبارك بعمره. قال أنا عمره ما أريد مع هذا الملعون. فجاءه ليلا وقد شرب خمرا مع وزيره الفتح بن خاقان وعمر بقتله، فقتل واختلط دمه بخمره، هو والفتح بن خاقان، وكان هذا عندهم علاقة يعني مو شرعية، هو وزيره إلى الدرجة فحش وفجور بيناتهم، نستجير بالله. قتله وأرجع ظلامات السادة وأهل البيت، منها فدك أرجعها له، وعاش ستة أشهر ومات. الآن مات موتا طبيعيا أو مسموما رضوان الله عليه. فقتل هذا اللعين زمان إمامنا الهادي من ولده المنتصر، وبقى إمامنا عاش 21 سنة في سامراء حتى جاء المعتمد العباسي وسمى الإمام الهادي عليه السلام بسم، فقتل مسموما شهيدا في سامراء ودفن في داره التي مدفون فيها أيضا ولده الإمام العسكري، الإمام الحسن العسكري.
ونرجس أم إمامنا الحجة أجل الله فرجه، وحكيمة بنت إمامنا الجواد أخت الهادي عمة العسكري، وأيضا الحسين ابن الإمام الهادي مدفون بين الإمام الهادي والحسن العسكري، عند ابن اسمه حسين أيضا مدفون هنا، وأيضا مدفون أبو هاشم الجعفري من شيوخ الشيعة رضوان الله عليه، الذي عاش 90 سنة من أولاد جعفر الطيار، وهو الذي أخرج إمامنا الحجة سلام الله عليه بعد أن صلى على أبيه أخرجه بمعية العمري إلى بغداد. هذا أبو هاشم الجعفري عاش 90 سنة، أدرك الرضا والجواد والعسكريين عليهم السلام، وأدرك الحجة، وهو من شيوخ الشيعة ومن شهود من رأى الإمام صلى الله عليه، أبو هاشم الجعفري أيضا مدفون في هذه الدار، يعني هذه الدار هي ملك الإمام وقبر الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام. لاحظوا حضراتكم، إحنا ما عندنا ثغرة في عقيداتنا، نحن عندنا الشهود والشواهد والأدلة والبراهين على أئمتنا وعلى نتاجهم وعلى حقيقتهم سلام الله عليهم، وعلى المأساة التي وصلت إليهم يد بيد حتى تصل إليك. ولذلك هنيئا لمن تمسك بهم وتعلق بركابهم وأطاع الله من خلالهم، فإنهم سلسلة موصولة من السماء إلى الأرض. أسأل الله عز وجل أن يثيبنا بشهادة إمامنا، وأن لا يباعد بيننا وبينهم، وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر المبارك الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصل اللهم على محمد وآل محمد.